تحياتي، كيف الحال؟ طبعا لانه بنعرف زي ما فيش سيل بمدريد برشلونة خلص، ولاني انا مسافر صراحة فبالفندق ما عنديش نت حتى ارفع الفيديو بشكل كويس، فقلت بنطلع لايف وبنحكي فيها بعد اللقاء. هحكي شوية ملاحظات وبعدين هاخد اسئلة منكم وبنبلش نحكي في المباراة بشكل عام. اول شيء شفناه انه زيدان بلش بالتشكيل الأساسية، رغم انه الاشاعات اللي جاءت انه حيلعب بالاحتياط لعب بالتشكيل الكامل، وهذا الشيء كان معناه بشكل منطقي بعد مباراة بايرن. كل ما مر الوقت كل ما الريال بينزل مردوده، وبالتالي ما استفاد اليوم زي ما شفنا من النقص 10. برشلونة تشكيلته متوقعة، ادارته للاسماء متوقعة. الشيء الأسوأ اللي حصل في برشلونة ربما لجمهور برشلونة انه ما شفنا ديمبلي ابدا، وبالتالي كأنه كان في قرار متخذ انه خلاص ديمبلي ما يلعب، ديمبلي ما يكون موجود هذا الموسم ويتم الحفاظ عليه بعيدا عن الضغط النفسي، لانه يقال مشكلته الأساسية هي الثقة بالنفس. هذا بالنسبة للتشكيلتين مدريد وبرشلونة. بنزيما خليني احكي شوية نقاط زي ما حكيت بعدين حنبلش ناخذ أسئلة. بنزيما عجبني جدا بالأداء اليوم، بالوقوف على الكرة باستلام الكرة أيضا كان جيد للغاية. في حين برشلونة سيميدو كان من الأوراق الإيجابية الجيدة اللي لما نزلت لعب بشكل ممتاز، وهذا الشيء كان يحسب له. دفاعيا كان في مشاكل عند اثنين على أطراف برشلونة، كانوا موجودين ما بيرجعوا كويس، وبالتالي كنا نشوف مساحات كبيرة لمدريد، وبالعكس أيضا عند مدريد كان خط الوسط ما بيدافع كويس. بقدر احكي انه خط مدريد اليوم، مباراه مدريد تلقى دروس بالهجمات المرتده، بالنقلات، بالتمريرات، وبالتالي دروس مجانيه له قبل الكلاسيكو، او قبل اسف نهائي دوري الابطال. طبعا انا حاط شويه نقاط قدامي مكتوبين على ورقه، فبدي شوي اغلبكم عشان نضمن انه ما يروحوا علينا، اعذروني شوي. فبس هي شوية نقاط عشان نضمن انه حنحكيهم كلهم. طبعا بالنسبة لطرد روبرتو شفنا اللي حصل، توتر غير مبرر. هل الان في اخطاء تحكيمية؟ طبعا كثير، لكن للأسف ان المباراة كانت لازم ما تكون هيك. يعني احنا شفنا مباراة جميلة، مباراة مفتوحة، مباراة سريعة، الاثنين عم بيلعبوا بشكل طبيعي لانه ما في شيء يلعبوا عشانه، ما في شيء يخافوا منه، لكن التوتر الزائد بلا سبب، ادعاءات السقوط من بعض اللاعبين بلا سبب، وايضا ضرب وعنف ايضا بلا سبب. بالنهاية الحكم كان اقل من المباراة، واضح جدا خايف من المباراة، بس انا زي ما حكينا اكثر من مرة رجاء ما نخلي كرة القدم بس هي عبارة عن تحكيم وفقط، خصوصا هاي اشتيجن ايضا اثر في المباراه بشكل مهم، لولا ربما راحت اللقاء لجهه ريال مدريد في اكثر من موقف. رونالدو على الاغلب خرج بدون اصابه، واخر نقطه مكتوبه عندي وبعدين حنبلش ناخذ الاسئله اللي هي مستوى ميسي. ميسي بشكل عام اقل بدنيا ما تعودنا عليه، اقل حركيا ما تعودنا عليه، دائما بيسجل رغم انه هذا المستوى من شهرين. بالنسبه لي اللي بيحصل مع ميسي هو عباره عن استنزاف، استنزاف ببلش من شهر 8 بدون ايقاف، بدون استراحه، دوري، كاس، كل المباريات، فبوصل شهر 4 مش قادر يكمل، وهذا الشيء لازم يتعلم منه برشلونه لانه تكرر 3 سنين، والثلاث سنين كان ثمنها دوري الثمانيه والخروج من دوري الابطال. ايش برايك؟ هل هي ضربه جزاء ولا لا؟ اذا مقصود ركله مارسيلو اعتقد انها ركله جزاء، بس مش حجاوب غير هذا السؤال عن التحكيم. مين بيقول بعشره يتذكر الحكام؟ بصراحه لا، يعني حتى لو انه شفت انت الحكام كويسين، برشلونه قدم شوط كويس ثاني ب10 لاعبين، تنظيم، انتشار ممتاز، ناس بيعرفوا شو يعني توقفوا المسافه، كيف توقف، وبالتالي قدروا يتعاملوا مع النقص العددي، ومش اول مره برشلونه بيتعامل مع نقص عددي بشكل كويس، اتكررت كثير. هل زيدان لعب بافضل تشكيل؟ انا اعتقد زيدان لعب بتشكيله الوداع لبعض الاسماء زي جاريث بيل، لعب بالبي بي سي كتجربه اخيره لانه مش حيلعب فيها ضد ليفربول. زيدان بقدر ما كان يفكر اليوم انه يفوز على برشلونه، بقدر ما كان يفكر بوعظ المواقف انه ما يكشف كل اوراقه لليفربول ب10 لاعبين وبهدف ملغي. الان ناس تتكلم لساتها عن التحكيم، بشان الله سؤال واحد بدون تحكيم. انت تدور على شيء بدون تحكيم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من استحق الفوز؟ اعتقد لقاء مفتوح، الاثنين كانوا يستاهلوا يعني فوزوا، لو فازوا عادي، لو تعادلوا عادي، وبالتالي مش مشكله. ناس بيقول لك انه التاهل لنهائي دوري الابطال بيحكي لي اهم من الدوري، كل لقب له اهميته، عشان ما نحكي عشان ما بدنا شو اسمه، ما بدنا نقلل كثير من اي بطوله، كل البطولات مهمه. هدف سواريز كان قبله خطأ، بصراحة ما شفت، عشان أكون صريح ما شفت إذا في خطأ أو لا. هل زيدان لازم يضل؟ طبعا زيدان لازم يضل،
ليش زيدان بيخسر بشوط المدربين؟ لا، زيدان ما بيخسر بشوط المدربين، زيدان قلب الامور على كثير فرق بالشوط الثاني، زيدان قلب الامور على سان جيرمان بنهائي كارديف ايضا قلب الامور، وبالتالي هذا مش هذا. بنزيما فعليا تحسن، اللي بيسالون عن بنزيما تكلمت، تحسن جدا في الفتره الاخيره واخذ ريال مدريد فعلا، يعني اليوم كان ممتاز جدا، مش بس بالصناعه او بالتحرك بداخل منطقه الجزاء، لا كان ممتاز جدا بانه بيخلي الفريق يركع عليه. ايضا مارسيلو صح دفاعيا بيغلط، فعليا ارتداده بطيء، شفنا اليوم ريال مدريد تعلم جد درس مهم امام الهجمات المرتده قبل ليفربول، هيك اخطاء مع سرعه ليفربول حيكون ثمنها غالي جدا للغايه. ولكن بالنسبه لا مارسيلو، المهم انه في المباريات الكبيره مارسيلو بيكون موجود بشكل احسن، المباراه الكبيره المهمه لانه اليوم نعرف انها مش مهمه لريال مدريد، وبالتالي هذا الشيء مهم. كشف عيوب خططه امام كلوب، هل زيدان كشف عيوب خططه؟ انا بهمني انه زيدان يتعلم عيوبه، لانه اليوم تعلم عيوبه، وبالتالي لو ما عالجها كلوب حيشوفها، فهي معاه وقت كثير. هذا جاريث بيل لو شفناه اللي بيسالون عن بيل، قدم شوطين، شوط اول دفاعيا جيد هجوميا سيء، شوط ثاني هجوميا سيء وهجوميا جيد ودفاعيا ما دافع. اللي بيسالوني عن فيركسون انا ما علقت، لانه فعليا ما فيش اي شيء نعلق عليه، لانه الرجل دخل المستشفى وعائلته طلبت تماما انه خلاص يتكتم على الموضوع، وبالتالي ما فيش اخبار، وهذا هي بكل بساطة. اشتيجن بيتحمل مسؤولية الهدف الثاني، بصراحة ما بقدر احكي انه بيتحمل الهدف الثاني، كان متقدم بس الكرة قوية جدا، يعني هذا الشيء مش يعني عادل صراحة معاه. الناس بيحكوا لي لازم فلان ينطرد، لازم فلان ينطرد، مش مهم، مش حجاوب هذا السؤال. الريال عانى بين الخطوط الدفاعية، صراحة الريال اليوم عجبني بشغلة، على شغلة الضغط العالي، عجبني انه لما اللاعبين كانوا منتشرين صح كانوا يطلعوا بالكره كويس، وهذا الشيء مهم جدا قبل ليفربول، اهم شيء يتعلم عليه زيدان قبل ليفربول كيف لعيبته لازم يطلعوا امام الضغط العالي، وكيف لازم لعيبته مش بس يطلعوا، لازم ما يغلطوا، هي الاساس ما تغلط قبل ما تطلع، لانه شفنا في كثير فرق تعاملت مع ليفربول والضغط العالي بكرات طويله رغم انه بيخسروا الكره، لكن تهربوا من انهم يرتكبوا اخطاء. المنطقة المفتوحة بين كروس ومارسيلو، أعتقد كروس بدنيا مرهق، أعتقد أيضا مارسيلو مرهق، مودريتش مرهق، وبالتالي طبيعي جدا يؤدوا هذا الشيء الدفاعي السيء. واحد بيسألني عن فالفيردي، هذا ندور. ليش فالفيردي بعد ما يتقدم برشلونة بيتراجع؟ هذه طبع، وأنا أعتقد فالفيردي حيضلوا هيك لنهاية الموسم، الموسم الجاي أعتقد حيدخل بعقلية أخرى، لأنه حيكون بالصيف بوضع آخر عن الصيف اللي كان في الفترة الماضية. مين اصلح لقلب هجوم الريال؟ شوف، ما دام رونالدو موجود هو مهاجم، ما دام رونالدو موجود انا بفضل دائما يكون شريكه بنزيما اذا انت مش مستعجل على التسجيل، لانه بنزيما بيساعدك بهدوء تبني لعب تصنع لعب. الان الموسم المقبل انا بفضل مهاجم اخر تماما غير كريم بنزيما. نشوف شو ضل اسئله. شو اللي خلى زيدان يضل يلعب عرضيات؟ لانه زيدان عنده جاريث بيل من احسن اللاعبين بالهواء، عنده رونالدو من احسن اللاعبين بالهواء، وبالتالي المنطق انه ريال مدريد يلعب عرضيات لانه عنده لاعبين ممتازين جدا في الصندوق. والان العرضيات الارضيه زيد ريال مدريد بيعتمدها بعض الاحيان، ما بعرف الان بتروح من يوم ليوم، اعتقد هي فيها نوع من الحريه للاعبين. شبه واحد بعلق على سواريز، سواريز طبعا مستواه نزل، حتى برشلونه اللي بعلق لانه صديق بعرفه خالد، صح نزل بس ما زال مسجل اهداف، هذا الشيء جيد مع قدوم جريزمان، هذا الشيء المهم، لازم سواريز يكون له بديل الموسم الجاي، لانه مواسمه قاعده عم بتطول الفتره السيئه في كل موسم، وبالتالي وجود بديل الموسم الجاي مهم جدا لإله. نشوف شو ضل في اسئله. ريال مدريد بيكون رونالدو بيكون ضعيف، ريال مدريد بدون رونالدو بصير ابطا، ريال مدريد بدون رونالدو بصير حتى اقل جرأة، ريال مدريد بدون رونالدو هو الجزء الاول من الموسم اللي شفناه. نشوف اذا ضل اسئله، لانه لسه انا زي ما حكيت انا اي تعليق عن التحكيم مش حشوفه، يعني كانه مش موجود. حكينا عن اداء سواريز اللي بيعيدوا السؤال، شفنا هذا السؤال. ماذا يحتاج برشلونه الموسم المقبل؟ خلينا نشوف نكون واضحين، اهم شيء يحافظ على امتيتي مبدئيا. اعتقد برشلونه صار لازمه مساله ظهير ايمن موجودين، الايسر لو حافظ على لوكاس دين جيد، برشلونه بيلزمه لاعب وسط كبير، لاعب وسط ممتاز جدا يعوض انيستا. بنحكي عن شيء بيشبه بوجبا، بالنسبه لكوتينيو ممكن سؤال ذكي جدا عن مركز كوتينيو، كوتينيو مشكلته الان اصبح لاعب يمين يسار قدام ورا، وفعليا كانت مش هاي الخطه، الخطه انه كوتينيو يريح انيستا مش يلعب مع انيستا، ولو بده يلعب مع انيستا يلعب بالمكان اللي حيلعب فيه الموسم المقبل، لكن واضح انه فالفيردي الخطه الحاليه كلها مش حتكون خطه الموسم المقبل، وعلى الاغلب حنشوف 4-2-3-1، وبالتالي دينيس سواريز
طبعا ممكن يستاهل دقائق، لازم نشوف باخر مباراتين على الاقل. في شيء مربط فالفيردي، ما بعرف شو مشكلته مع سواريز، ما بعرف شو مشكلته مع ديمبلي، ما بعرف شو مشكلته مع فلان وفلان وفلان، مش واضحه. بالنسبه لاصابه رونالدو، قرات تقارير سريعه بالصحافه بس مش اكيد الكلام انها مش اصابه خطيره واللاعب حيكون موجود مع ليفربول. اعتقد بشكل او باخر رونالدو كان داخل اللقاء هو عارف انه حيطلع قبل 90 دقيقه. ما التغيير شو التغيير اللي كان يعمله زيدان؟ ما كانش لازم يعمل شيء. انا شفت انه اللي لازم كان يعمل تبديل اسرع ربما فالفيردي، لو كنت مكانه ممكن فكرت بديمبلي بدل سواريز مشان احط سرعه، ولانه انا عندي رقص عددي وبدي حيويه. رونالدو بيضيع فرص سهله بعض المباريات، لكن المباريات المهمه معظمها سجل فيها الاهداف. دفاع الريال فعلا عنده مشاكل اللي بيتكلموا، فعلا عنده مشكله امام السرعه، عنده مشكله امام النقل السريع بين اللاعبين، عنده مشاكل كثيره ظهرت مع بايرن، وكان موجود نافاس، كان موجود سوء التوفيق. اذا تكررت مره اخرى امام الفريق يعني امام ليفربول حتكون كارثه كبرى، لانه انا في واحد لخمني بيقول لي بدنا دوغلاس كوستا منكم، ما فيش دوغلاس كوستا، خلوه بيوفنتوس لو سمحتوا. الريال الموسم المقبل انا بحكيها ببساطه بده لاعب ممتاز في كل مركز، لاعب ممتاز دفاع، لاعب ممتاز وسط، لاعب ممتاز هجوم. هذه ببساطه بكل سرعه عشان نحكي شو بده. وبده اذا عندك حارس من ليفل ديخيا، غير هيك خلو نافاس. كوفازيتش اسكو، بس انا عن كوفازيتش على الاغلب الموسم المقبل حياخذ دقائق اكثر واكثر. هل خط وسط ريال مدريد الخرافي حيكون موجود يوم ليفربول؟ اعتقد هذا خط الوسط تميز باوروبا بشكل مش طبيعي، برجع لتركيزه، برجع لهمته، برجع لقوته. شكرا لك اللي بيقول لي شكرا. شكرا لك يا صالح. ما سر الريال بعد الطرد تراخى؟ اعتقد الريال المباراه بالنسبه له ممكن الجماهير بدها تفوز، بس بالنسبه للريال المباراه كانت خطيره، مباراه خطيره على الارهاق، مباراه خطيره على الاصابات، مباراه خطيره حتى على كشف اوراق، وبالتالي هي الحوافز السلبيه ضد الريال اكثر من حوافز الايجابيه لبرشلونه، وبالتالي كانت شوي شوي هذا. حرفع البث على اليوتيوب اللي بيسالوني، حرفع ان شاء الله البث على اليوتيوب. هل مشكلة بيل في التمركز؟ أنا أعتقد مشكلة بيل بالحرية أكثر من أول ما جاء ريال مدريد، لما كان يتحرر كان يسجل أهداف، لما كان يلعب براحته كان يسجل أهداف، ومثل اليوم شفناه لما تحرر بعد خروج رونالدو سجل أهداف. هذا ما بيعني إنه رونالدو المشكلة، بيعني ببساطة إنه ممكن بيل بجانب رونالدو أقل من المستوى الطبيعي، لأنه في لاعب آخر متحرر اللي هو بنعرفه كريستيانو رونالدو، وصعب تحرر كل الفريق يعني في المنطقة في الأمام. ما سر ريال مدريد؟ حكينا هذا السؤال. هل مشكلة بيل؟ جاوبناها، لأنه يعني في ناس عم بتعيد نفس الأسئلة تقريبا. فالفيردي جبان، السؤال أنا برجع أقول نفس اللي قلته زمان، فالفيردي السنة هاي اللي عمله 10 أضعاف المتوقع، وبالتالي أنا عاذره شو ما صار. الآن الموسم المقبل مطالب برشلونة يرجع يلعب الكرة الجميلة، الكرة الهجومية، الشيء اللي تعودنا عليه منهم. بدر بيحكي لخليل أسكت، يا خليل أسكت رد على بدر، نكمل. هل حيكون اسكو ضد كلوب؟ هذا سؤال بصراحه واحد متابع كويس، سؤال ممتاز. ليش؟ لانه اسكو فعليا هو اللي كان نقطه التحول ضد دورتموند. اسكو في كل مباراه فيها ضغط اسكو ممتاز جدا، وبالتالي اسكو لو كان بيومه باللياقه ضد ليفربول فعلا حيسبب مشاكل كبيره، ومن الاوراق اللي مهمه جدا. الكانتارا ام إريكسن؟ كثير ناس بيسالوا. الكانتارا بيعرف اجواء برشلونه، بيعرف لغه اسبانيه، عايش في برشلونه، وبالتالي اندماجه حيكون اسرع، لانه برشلونه مؤخرا عنده مشكله دمج صفقات. إريكسن بالنسبه لي احسن من الكانتارا، افضل من الكانتارا، بيضيف كثير افضل من الكانتارا، لكن لما اشوف سوق برشلونه بقول لا انا بدي تياجو مش بدي إريكسن، رغم اني زي ما حكيت انا شايف إريكسن احسن من تياغو الكانتارا. هل انت مع خروج بيل؟ انا مع خروج بيل رغم اني بحب بيل وشايف بيل كان لازم يعطي احسن مع برشلونه، بس ما قدر يوصل لهذا الشيء، مع ريال مدريد، بس ما قدر يوصل لهذا الشيء لظروف كثيره، اصابات، حريه، تغيير مدربين، وبالتالي بتمنى يطلع منه لمصلحته يلعب اخر مواسم بفريق بخليه النجم الاول، وبنفس الوقت ريال مدريد بياخذ الفلوس. طبعا ليش فلان بتكلم عن التحكيم؟ بصراحه الكل الناس بتتكلم عن التحكيم، مش بس البرشلوني ولا المدريدي، الجميع بيتكلم عن التحكيم. هل اذا احرز رونالدو الدوري الابطال انا بجيب الكره الذهبيه؟ انا هيك مبدئي انه اللي بيجيب الدوري الابطال من رونالدو ميسي فمبدئيا هو اللي حيفوز، هذا يفوز بالكره الذهبيه. هل انه في سؤال كمان مهم انه مودريتش صاير يتدخل باحتكاك بسرعه؟ اعتقد هذا الاحتكاك القوي اللي بيجي من مودريتش نتيجه الارهاق، ممكن التعب بخليك تكون داخل اسرع. مودريتش كبر عمرا، بيلعب اكثر ومضغوط عليه اكثر، وبالتالي مهم جدا يرتاح مودريتش قبل نهائي دوري الابطال. بس مودريتش دفاعيا اضاف كثير
لريال مدريد هذا الموسم بالذات، غطى على انهبوط مستوى كاسيميرو، ساعده في المباريات المهمة. هل فالفيردي قادر يلعب كرة هجومية؟ واحد بيقول لي انت بضلك تحكي لنا الموسم الجاي، هل قادر يلعب كرة هجومية؟ المفروض نعم، المفروض انه بيعرف يلعب كرة هجومية، قدم مباراة هجومية مع بلباو قدر ما قدم مباراة واقعية. الآن الفكرة مش بس انه تجهيز، الفكرة بس كمان لاعبين جاهزين نفسيا، واثقين بنفسهم نفسيا انهم يلعبوا كرة هجومية او لا. هاخذ اخر ثلاث اسئلة الآن قبل ما امشي. انو لاعب اللي سبب في ضعف منظومة ريال مدريد؟ اعتقد المشكلة مش لاعب، اعتقد المشكلة انه في شيء من البطء في ريال مدريد، البطء بكل مكان هجوميا ودفاعيا، هذا هو مشكلة منظومة ريال مدريد الدفاعية، بطء دائما في مساحة عم تظهر. فيرمينيو كيف حيتعاملوا مع ريال مدريد؟ نظريا اذا ما خاب ظني زيدان حيكلف كاسيميرو بفيرمينيو، حيكلف كاسيميرو بفيرمينيو بطريقتين، انه يلعب مع واحد لواحد ويمنع الكرة توصل له ويخلي قلبين الدفاع، مهم جدا قلبين الدفاع يضلوا بمكانهم امام ليفربول. هذا موضوع مباراة الاتحاد الأوروبي لليفربول، بكرة بنعمله فيديو إن شاء الله. خط الوسط برشلونة لا يصلح للموسم القادم، كوتينيو موجود كويس، ديمبلي الأصول تحافظ عليه وتلعبه، وأيضا في لاعب مهم جدا لازم يجي واحد بدل راكي. أنا هيك وجهة نظري، إذا بيلعب 4-2-3-1 ويصير ميسي مثلا خلف المهاجمين، لازم اللي جنب بوسكيتش يكون واحد غير راكيتيتش، وراكيتيتش يتحول للاعب بيلعب أمرات بدل بوسكيتش وأمرات بدل راكيتيتش. هداف دوري الأبطال هو اللي بيكسب البالون دي أور؟ لا بصراحة مش الهداف، هو اللي بيفوز دوري الأبطال بالعادة، أو إذا مش ميسي ورونالدو، إذا ميسي ورونالدو فازوا بيفوزوا فيها حتى لو كانوا مش الهدافين. كيكي سيتين على آخر سؤال لبرشلونة، بخاف من هاي النوعية من المدربين، مدرب ممتاز مع بيتس، مدرب ممتاز مع الناس دي أندية صغيرة، بس بتخاف منه لما تسلموا أندية كبيرة، لأنه هذا ممكن يجي بكل بساطة يطلب دور من ميسي، دفاعي ميسي مش عاجبه، يصر على ميسي تصير مشكلة زي ما صار مع إنريكي في أول الموسم. بنوصل لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله حيكون في مقاطع كثير هذا الأسبوع زي ما هو مخطط له، وشكرا كثير لكم والسلام عليكم ورحمة الله.